دائره حمراء. اوكي هلا انت لحد الان احنا غطينا سبيد تايم بروفايلنج، الكل واثق من الهاي حاسس انه فهمان. هلا عندنا اول ما تبدا بسبيد تايم بروفايلنج بدك تقسمه لقسمين، هل هو جود يعني او اشخاص؟ اذا اشخاص مباشره ايش بدخل عندي؟ جد ببطل فاينل، ببطل انفينيت، بصير فاينل. اذا كانوا مش اذا كانوا اشياء بنقدر نحط الجد فاينل. الشيء الثاني بدك تشوف انه هل في ريستريكشن على التوب سبيد ولا بقدر اطلع على السبيد اللي بدي اياها؟ اذا فيش ريستريكشن على التوب سبيد اذا بقدر اعمل تراينجلر بروفايل، اذا كان في ريستريكشن بدي اضطر اعمل ترابزويدال بروفايل. شفتوا المثال، حلينا مثالين، مثال على بيبل موفر كان سبيد نوت ريستريكتد وطلعنا لسرعه 25 متر بالثانية. وبعدين عندنا نفس المثال قلنا اذا سبيد ريستريكتد على 10 متر بير سكند مش هيك؟ ووجدنا انه بزيد الزمن، بزيد من 50 سكند بصل ل 71 او 72 سكند. اذا الثمن اللي دفعته بس صارت السرعه منطقيه اكثر صارت. هلا السؤال اللي بيساله عبد الله بقول طيب احنا عملنا كل الاشياء هاي سبيد تايم بروفايلنج، طب من ناحيه واقعيه هل هذا انه بطبقه؟ مثلا هذا ماخوذ من جهاز سيمنز سيناميك اسمه او سيناميك سيمنز درون. هلا اذا بتلاحظوا بتطلعوا على الترند زي معظم المانوفاكتشرز وسيمنز منهم انه بدوا يدمجوا البي ال سي يندمج مع الدرايف سيستم، فما بشتري انا بي ال سي لحاله درايف سيستم، بعطيني هو بي ال سي من الدرايف. كمان الميزه الجديده الحديثه صارت في الدرايف انه ما بتحكم في اكسس واحد، فبعطيني هو درايف بتحكم في مالتيبل اكسس، يعني ممكن اتحكم في محركين او ثلاثه مع بعض واعملهم سنكرونايزيشن. فبيكون هذا مثلا مثال عليه السينما. اذا بتطلع هلا هون هي معطيني السيتنج للجيرك، بقدر اعمل سيتنج للجيرك. هلا هذا البروفايل تبع مين؟ هذا تبع الاكسلريشن اصلا اللي بيطلع معنا، لانه في عندي جيرك، الجيرك فاينايت ومحدد هو الجيرك في الاكسلريشن والجيرك في الديسلريشن. فمعطيني هون الجيرك او حتى معطيني الجيرك عند النقطه هاي، هذا الجيرك هون هاي النقطه او يمكن هذا الجيرك عند النقطه هاي، هذا الاكسلريشن اللي هو الميلان الموجود هون، وبعدين هاي جيرك وهي جيرك الديسلريشن. فبسمح لي اني احط فاليوز مختلفه للجيركس المختلفه في المناطق المختلفه الموجوده هون، ومعطيني الفيلوستي بروفايل سموث. انا للاسف ما عنديش السوفت وير افتح لكم اياه تشوفوا، بس الفكره هاي اللي موجوده الدرايفز الحديثه صارت تحط الجيرك تو انكلود. زمان ما كان يحطوا الجيرك، فزمان كان يعطيك يقول لك حتى تنتقل من السرعه الاولى للسرعه الثانيه كم سكند، كانه ايش عم بيحدد؟ لا حتى تنتقل من في 1 لفي 2 كم سكند بدك الاكسلريشن. الدرايفز القديمه كانت هيك، الدرايفز الحديثه هلا صارت تدخل الجيرك هون فصار يعطيني سموث بروفايل. لاحظوا هون الكلمه اللي موجوده هون اكسس 2، فهذا الجهاز بيتحكم في 2 اكسس في الدرايف سيستم. فصار اذا عندي صار دمجت البي ال سي مع الدرايف سيستم وصرت اتحكم في مالتيبل اكسس في نفس الجهاز. وبتبرمج البي ال سي بتبرمج البي ال سي بتبرمج الدرايف في نفس الوقت مع بعض وصار بدنا جهاز واحد عمليا بنفس الدرايف. دكتور اتوقع بتصير اسهل كمان انه صاروا المصانع يستخدموا الامبيد بي سي مش بس البي ال سي. هذيك ما بدنا نبدا ساعات بشكل بيك اوف حكوا انه صار معظم مصانع تنزل جديده صار يستخدموا امبيدد بي سيز. امبيدد بي سيز تمام، مش بي ال سيز يعني اصلا. اوكي فبنفس البي ال سي في بي سي بالضبط تمام. فبتنهم تبرجوا بكل التطورات هاي، التطورات هاي جدا هلا في الدرايف والبي ال سي اللي موجوده. الجيد انكم اذا بدك تدخل هاي يا عبد الله